سلمت لجنة معنية بهيكلة دمج القوات الحكومية وتشكيلات عسكرية أمنية مدعومة من الإمارات تقريرا نهائيا حول مهمتها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. وفق مصادر رسمية، جاء تسليم التقرير وخطة النزول الميداني خلال اجتماع لرئيس مجلس القيادة مع رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية التي يقودها اللواء هيثم قاسم طاهر. مراقبون من جهتهم انتقدوا تسليم اللجنة لتقرير حول ما أنجزته منذ تعيينها، في حين أنها لم تتسلم أي بيانات من المجلس الانتقالي أو قوات العمالقة، خاصة بهيكل قواتها وعدد أفرادها. وقال المراقبون أن اللجنة المشكلة نهاية مايو الماضي تخلت عن مهمة دمج الميليشيا في وزارة الدفاع والداخلية وذهبت لهيكلة الجيش الوطني. ودعا الخبير العسكري علي الذهب مجلسي النواب والشورى إلى الوقوف على التقرير، وقال إن المسألة تتعلق بمستقبل البلاد وجيشها الذي يجب أن يحميها بكل استقلالية. إذا ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير موقع مأرب بريس. مرحبا بك سيد أحمد عائض. إذا يعني بعد أقل من أسبوع على اختتام مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي زيارته للإمارات، أعلن رسميا عن انتهاء اللجنة الأمنية من إعداد تقريرها حول المهمة المكلفة بها ممثلة في إعادة دمج تشكيلات عسكرية تتلقى دعما من أبو ظبي. يعني هناك حديث حاليا حول مخاوف مضمون هذا التقرير وما نتج عنه، برأيك ما هي أبرز هذه المخاوف التي قد تتبادر حول مضامين تقرير اللجنة؟ مرحبا بكم وبكل المشاهدين الكرام. بداية حتى نكون على بينة، اللجنة الأمنية والعسكرية طيلة الأشهر الماضية لاقت صعوبات كبيرة في موضوع التحرك الميداني إلى المناطق العسكرية أو حتى إلى المحافظات والالتفات بالتشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، وذلك للضغوط والقيود التي فرضها المجلس القيادي المجلس الانتقالي على أعضاء هذه اللجنة، ولم تتمكن زيارة الكثير من الوحدات أو التشكيلات العسكرية التي تم احتوائها تحت وزارة الدفاع اليمنية. على كل، نحن في الخبر الذي أوردته وكالة شبال الأنباء يكشف أن التقرير النهائي الذي تحدث عنه هذا اللقاء ربما يكون هو التقرير الذي ينظم القوانين واللوائح العسكرية ذات الصلة، أي الجوانب التنظيرية، لأن اللجنة خلال لقائها برئيس الرئاسي طالبته بقضية الدعم لاستكمال عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، بمعنى أن هناك الكثير من الأعمال الميدانية، وهذا هو ما يتعلق بقضية ألوية العمالقة هي أو حراس الجمهورية أو حتى الجيش الوطني الذي يقتضي بزيارة عدة محافظات، وهو ما لم تقوم به هذه اللجنة حتى هذه اللحظة، بمعنى أنه هناك ما زالت أعمال تراكمية كبيرة اللجنة خلال الفترة القادمة، لكن الذي يعيقها هو كما يبدو من الخبر الرسمي لوكالة سبا هو الجانب المالي. هذا ما يتحدث عنه البيان بشكل واضح. أما إن طرحنا فرضية أنه تم رفع تقارير لا تستند إلى أي عمل ميداني فهذه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، لكن أنا لست مع هذا السياق، بل أؤكد أن ما تم هو الجانب ما يتعلق بالقوانين واللوائح والجانب التنظيري، وإن قطع شوط في جوانب معينة، أما الجهد الأكبر فما زال ينتظر العمل. نعم، أيضا هناك حديث عن أن اللجنة الأمنية والعسكرية كذلك أنهت تقريرها دون أن يكون لديها قاعدة معلومات حول التشكيلات الأمنية والعسكرية التي تدعمها الإمارات. برأيك هل ستنجز اللجنة خطتها الميدانية في ظل تمسك الانتقالي بتشكيلاته؟ طبعا اللجنة يفترض بها أنها أنهت تقريرها، لأن كل الأعمال التي ينتظر أن تنطلق منها الشرعية ككل عام هو ينبثق على درجات والعسكرية التي ستصفر كل مكونات وزارة الدفاع تحت قيادة واحدة وغرفة عمليات واحدة،
لكن هذا حتى هذه اللحظة لم يتم. طبعا نحن نعرف أن هذه اللجنة مشكلة من كل ألوان الطيف بشكل عام، الطيف العسكري، ولكن بتواجد هذه اللجنة في محافظة عدن هناك ضغوط كبيرة وصلت إلى تدخلات الزي العسكري الذي ستلبسه هذه اللجنة. فمن بعض الشخصيات العسكرية المحسوبة على الانتقالي اعترضت على الزي العسكري الذي يلبسه بعض القيادات العسكرية بحجة أن هذا يوحي إلى الشمال، ومن هذه النبرة خلال الفترة الماضية. فعلى كل ما زال الكثير أمام هذه اللجنة، ونحن ننتظر إما أن يخرج التقرير هذا للعلن، أو على الأقل أن تطلع عليه القوى السياسية أو العسكرية بشكل عام حتى يمكن أن يخضع لحكم نهائي، أو أننا ننتظر استكمال الأعمال التي وعدت بها اللجنة العسكرية في حال وصول الدعم المالي لها. نعم سيد أحمد، هل يمكن عزل ما يجري حاليا من تصعيد للانتقال ضد القوات الحكومية في حضرموت وقبل ذلك في شبوة وأبين، وما يجري من تحركات للجنة الأمنية العسكرية؟ طبعا الصراخ الذي حصل للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت هو ناتج على أنه في استياء يعني من القرارات الرئاسية التي كانت تطالب أن تكون كل الشخصيات المعينة في مواقع هذا الفصيل، ولذلك راينا ذلك السخط والغضب الذي كشف يعني تمثل هذا الفصيل بتلك الصوره الفوضويه والهمجيه انجاز التعبير بالعبث بالمال العام والشوارع العامه وتعطيل حركه السير وحركه الناس ومصالحهم. نعم سيد احمد، اين دور مجلس النواب والشورى في مناقشه تقرير اللجنه واطلاع الراي العام كذلك على مضامينه؟ مجلس النواب هو أحد الأدوات الهامة التي يمكن لو فعلت لاستطعنا الخروج بالكثير من الحلول ومحاسبة الأطراف التي تعرقل مسار الشرعية ككل، لكن قضية العبث ومنع أو قضية التراخي في عقد مثل هذه الجلسات جعلت أن كل طرف يغدو سائرا في الاتجاه الذي يرغب فيه، وتحول مجلس النواب الى عباره عن واجهه لا تقدم ولا تؤخر، ولكننا نعول ربما ان تعي قياده مجلس النواب هذا العبث الذي يدور هنا وهناك، ان تلتئم هذه المؤسسه الهامه، وعلى اقل قليل ان تلتئم على حتى عبر برنامج الزوم يعني عبر السيستم الملتي ميديا والتكنولوجيا الحديثه على غرار ما يتم الان في كبرى المؤسسات الدوليه. فنحن راينا كبرى مؤسسات العالم وعلى غرار مجلس الامن ووزراء الداخليه في اوروبا في كل صور واتجاهات يستخدمون هذه التقنيات، فلماذا لا تنعقد جلسات مجلس النواب بهذه الطريقه وتتخذ قرارات للبث في الكثير من الاوراق تكون مطروحة على أولوية المجلس؟ نعم كما ذكرت أيضا هو مجلس النواب ومجلس الشورى كذلك مغيب تماما عما يجري. إذا السيد أحمد عايض رئيس تحرير موقع مأرب بريس كنت معنا، شكرا جزيلا لك.